مبروك أسماء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك أسماء؟ أنا الحمد لله بخير. معك ابتهال السجالي من وزارة الإعلام برنامج زمكان. ألف مبروك في استماعنا اليوم بسيارة MG5. والله والله ألف مبروك. الحمد لله أنه أنا اللي بشرتك، كنت خايفة حد ثاني يسبقني ويتصل فيك. يعني كنت في المطبخ أغسل الوعيان وزي ما عندي خبر صراحة. يلا اليوم بتتسحروا ومزاجكم يعني ممتاز، لأنه اليوم فزتي معنا بالسيارة. أنت أول وحدة تفوزي معنا بالسيارة خلال هذا الشهر، وإن شاء الله إن شاء الله الكل راح يكون فايز معنا في برنامج زمكان.